FM. الكل مليك. ما نجموش بالضبط بالضبط نقارنوا بين ألمانيا وتونس. على خاطر فما معطل اللي تبدل بالنسبة لخيانة اللي في ألمانيا، اللي هو عدد مكاتب الاقتراع ولا عدد أماكن الاقتراع، البلايس اللي ينتخبوا فيها التوانسة نقصت برشا. في 2014 كانوا 10 في 10 بلدان معناها. ألمانيا سمحت إلا بالانتخاب في القنصليات اللي ولوا 4، ولكن هذا ما يفسرش هالبارتيسيباسيون ضعيفة للكل. جوستومون ما يبررش معناتها نسبة النسبة هذه. فوالا عندنا تخوف، اسمعني، عندنا تخوف كبير على المشاركة في 2000 في الانتخابات الجاية نتاع البلدية. ما نجموش نلوموه المواطن، راهو بلابس نلوموه على شنو، يشوف العرك نتاع السياسيين، يشوف لي بلاتو، يشوف اللي الاشياء الامور ما تبدلتش في تونس. معناها ما هوش كلام برك، ما هيش حملات تثقيف ولا حملات توعيه ولا حملات دعوه للمواطنين باش تمشي تنتخب، باش المواطن يبدل فكرته. معناها ما هوش العزوف هذا، ما هوش جاي بخل ولا خاطر الدنيا برد، على خاطر العباد ما عادش تامن بحال باللي قاعدين نعملوا فيه، وهذا هو الخطر الكبير. الكلمة ليك.